والآن شرحنا تغيير كلمة المرور وإعداد الخصوصية مساعدة، كما ذكرنا ببداية الفيديو. المساعدة لها قسمين، قسم حساب المعلم وحساب الطالب. تستفيدون منه من خلال الإجابة على أسئلتكم. والخروج يمكن للمعلم من الخروج من موقع أو صفحة الشخصية خلال الضغط على زر الخروج. والآن نذهب إلى المواد. كما نلاحظ الطالبة ردت على المنشور أو التحديث الذي أرسل المعلم للمعلم بحذف أو الموافقة، كما قلنا حائط الصف. يمكنك أيضاً الإعجاب. إعجاب برسالة الطالب. مناقشات. كما تلاحظون هناك شخص دخل على المناقشة. طالب حنين دخلت على المناقشة وجاوبت على السؤال. يمكنك أيضا حذف الرسالة والموافقة على الرسالة. خلال الضغط على زر نعم أو الموافقة. تستطيع أيضا الإجابة على الإجابة. واجبات. كما تلاحظون سلمت الطالبة الواجب. تم تسليم الواجب في وقته. لا يوجد طلبة متأخرين، لا يوجد طلبة لم يتم تسليم الواجب بعد، تم تسليم الواجب بوقته. كما تلاحظون طالب حنين سلمت الواجب في وقته. كي تصحح الواجب اضغط على. والآن يمكنك تصليح الواجب خلال أو إعطاء علامة عند الضغط على اسم الطالب. يمكنك بعد أيضا كتابة تعليق.
تم إعطاء درجة الواجب. امتحانات الأول تاج الامتحانات. كما تلاحظون أن طالبة حنين حلت الامتحان، ولكن لم يتم إعطاء درجة الواجب. من هنا تشاهدون الطلبة الذين لم يتم لم يسلموا الامتحان، أو أنهم متأخرين، أو لم يتم التسليم بعد، أو لم يتم منح طلبة الدرجة أو العلامة. من خلال الضغط على كلمة حسب التقييم سوف يدخلك الامتحان وحل الطالب. يمكنك وضع العلامة المربع يمكنك أيضا إضافة تعليق للسؤال. ما تشاهد بما أن السؤال سؤال موضوعي فيتم إدراج الدرجة تلقائيا. أما الأسئلة المقالية فالمعلم يقوم بوضع الدرجة. عند الانتهاء من وضع الدرجات الضغط على زر حفظ التغييرات. كما تلاحظون تم إعطاء الدرجة، تم تسليم في وقته ومنح الدرجة أو العلامة. هنا يتم النظر على النتائج خلال خانة نتائج الامتحان حسب الطالب أو على حسب السؤال. نتائج الطالب على حسب الطالب نفسه أو على حسب على حسب سؤال الطلبة، جميع الطلبة، أو لقال كم طالب حل سؤال صح، كم طالب حل سؤال غلط. النقاط التي أحرزها الطالب. عائد الامتحان، إذا علق طالب على الامتحان يجد رسائل الطلبة في خانة عائد الامتحان. الآن سجل العلامات. كما تشاهدون تم تصحيح الواجب وظهر العلامات في سجل العلامات، وتم تصحيح الامتحان وظهر العلامة في سجل العلامات. والآن المشاركة، يستطيع المعلم
بإعطاء درجة مشاركة عن طريق زر القلم. من خلال المربع، أيضا يستطيع المعلم كتابة تعليق. هنا خانة العلامات النهائية، واستطيع أيضا المعلم بنشر العلامة خلال الضغط على تفعيل زر النشر. نعم، نشر العلامة وإظهارها للطلبة. سوف تنتقل العلامة للطلبة، سوف يشاهدون علاماتهم أو الطالب حين طالب الأعضاء. هنا كل الأعضاء وهنا الطلبة والمشرفين. كما تلاحظون هنا يميز هذا العلامة تميز المعلم، هذه العلامة تميز الطالب. يمكنك إرسال رسالة للطالب، يمكنك إقصاء من الصف أو الإبعاد عن الصف. لا يستطيع أن يشاهد المادة أو شرح المادة أو الواجبات والامتحانات. يمكنك إرسال رسالة للطالب. المعلم بكتابة أو إرسال رسالة للطالب. خلال الأعضاء، من خلال الضغط على اسم الطالب سوف تنتقل إلى هذه الصفحة. هنا تجد رسائل الطالب والرسائل الطالب، وهنا معلومات شخصية للطالب، المعلومات اللي تم اختيارها قبل الطالب، معلومات شخصية، الدور شنو طالب والجنس أنثى، معلومات الاتصال البريد الإلكتروني واسم الطالب والمواد اللي انضم لها الطالب. يمكنك حظر الطالب من زر حظر. نعم، وأيضا يمكنك إيجاد المحظورين في قائمة المحظورين، محظور في قائمة المحظورين، ويمكنك رفع الحظر. والآن انتهينا من شرح حساب المعلم. ننتقل لشرح حساب الطالب، كيفية الدخول إلى حساب الطالب من خلال الرمز، خلال نسخ الرمز ووضع أو إضافة بريد إلكتروني وإضافته إضافة الطالب من خلال بريد إلكتروني للطالب دعوته.